أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر
أرسلنا له عينا القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليهم الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا العذاب المهين
لهم على موتهم إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب صدق الله العظيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ مساكنهم آية لقد كان لسبأ في مساكنهم لقد كان لسبأ في مساكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة بلدة طيبة ورب فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين
وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور ذلك جزيناهم بما كفروا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن
صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك إلا لنعلم من
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا قالوا ماذا قال ربكم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم السماوات والأرض قل الله قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله صدق الله.